حد الآن أعداد النازحين ليست كبيرة قياسا للذي كنا نتوقعه. أعداد وصلنا تقريبا 50,000 إنسان، ما زال العدد محدود، ولم نواجه مشكلة في استيعاب هذه العوائل وإيواها إلى المخيمات. أحد الأسباب الرئيسية لقلة أعداد النازحين نسبيا لغاية الآن هو الاستراتيجية العسكرية المتبعة من قبل القوات الأمنية. القوات الأمنية العراقية تشجع العوائل على البقاء في منازلها وعدم النزوح إلا عند الطوارئ أو الضرورة القصوى. ستؤدي إلى موجودة نزوح أخرى، وخصوصا في الجانب الغربي الذي هو أكثر كثافة سكانيا من الجانب الشرقي، لذا من الطبيعي أن الأعداد ستزداد مع تقدم عمليات التحرير. أميد الجرحى الناس مدنيين والعسكريين، جماعتنا والحالات الإنسانية أكثر شيء الحالات الإنسانية جاي نعالج بيها. يعني I love to see.